نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على تعريف الغل في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل هو البغضة، أهل الجنة ما بينهم عداوة ولا بغضة بل بينهم محبة إخوانا على سرر متقابلة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، على خلاء يومئذ بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمؤمنون أهل الجنة لا يبقى في صدورهم غل بعضهم على بعض، ينزع الله ذلك منهم، تحل محله المحبة الثابتة الخالصة فيما بينهم. نعم.